طب في متصلة اسمها هبة متصلة بينا طالبة تتكلم معاكي حضرتك اهلا عشان وسهلا. عايزة عريس. اهلا ألو. وسهلا. الو، أيوة يا هبة، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك يا سهيل؟ ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ازيك يا حاجه رضا؟ الله يسلمك يا ست الكل. قولي بقى. أه طلب والله انا شفت البرنامج، بس انا يعني عايزه اعرف، يعني انا هو انا لما اقول لحضرتك المواصفات بتاعتي، حضرتك فعلا هتقدري تشوفي لي حد، ولا دي بتبقى على حسب؟ يعني المفروض ان انا اتنازل شويه عشان انا جايه عن طريق خطبه، ولا ايه؟ نعم. يعني هي مثلا لو قالت لك الشروط اللي هي عايزاها، اه عايزة نفس الشروط بالظبط، ولا هي ممكن تعمل شوية تنازلات لا، عشان بيبقى هي اللي ساعات طلباكي؟ بيبقى فيه بالظبط، وساعات فيه تنازلات. كلامي واضح وصريح، اه يعني مثلا مش هتقولي لي انا عايز واحد كذا وكذا وكذا، ما انا مش هرسمه. اه طبعا اكيد في حاجة هتبقى مختلفة شوية. طب انت عايزة عريس مواصفاته ايه يا هبة؟ يعني هو مفروض ان هو يكون اكبر مني شوية، يعني اطول مني في الطول. انت كام سنة؟ انت عندك كام سنة؟ 29. تمام، يعني عايزة حد في تسعة حدود وعشرين يعني لو 35 هيبقى مناسب جدا. اه. طب حد تمام، اهم حاجة يكون وظيفة مرموقة. بس ازاي انت هتضمني الحاجات دي يا حاجة رضا؟ يعني انا ازاي اعرف ان هو مثلا ما حدش يقول لي مثلا انا شغال في شركة ايه ومش عارفة ايه، ورجل اعمال اخر يطلع حرامي غسيل؟ الفكرة لا، ان ما هو كل ده انا بشوفهولك ادام جاي من طرفي انا، ما تقلقيش. يعني يعني كل انت ده انا بتروحي مكان بشوفه شغل وبتشوفي وبتسألي بسأل، عنه؟ اه بعمل كل اه حاجة عشان ولا ازعل حد، ولا انا يحصل لي اي مشكلة او طبعا، حد ما لانها في وشك في يحبنيش. النهاية. بالظبط، انا لغاية لما بيقعدوا عند قعدة اتفاق خلاص انا بقى بشوف حد تاني، مش هقعد بقى معاهم لغاية لما يخلفوا. لا اه وانت فاضية؟ اه اه شكرا يا هبة، شكرا.